دوت، ومش بس يوم الجمعه، لكل مسجد مقيم شعائر. ام الست تبقى عندها مشكله مع جوزها ضربها مثلا، فتروح تقول للشيخ اعمل ايه؟ يروح الراجل يقول للشيخ هو انا لما ضربتها حلال ولا حرام ولا ارتكبت ايه؟ يقوم الشيخ يقول له. الشيخ ما بيقولوش بقى قال فلان وفلان وفلان، لا هو بيقول له اعمل كذا على طول. هنا الكلام ده خطر وكلام حساس، هنرجع له بعد لحظات. بس معانا سياده المستشار دكتور فؤاد عبد المنعم رياض، ويقول لنا كلام مهم جدا لان هو كان رئيس لجنه تقصي حقائق 30 يونيو، وليه راي مهم عن كيفيه تعامل الشارع مع الحكم الذي صدر على الرئيس السابق او الاسبق حسني مبارك. سياده المستشار مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، بس الصوت بعيد. الصوت بعيد. ايوه حبيبي. نعلي صوتنا كويس. لا لا فاضل. طيب يا دكتور. المهم يكون صوتي انا مسموع. لا واضح جدا صوت حضرتك يا فندم. اتفضل. بس انت كان عندك راي في كيفيه تعامل الشعب او الناس في الشارع مع الحكم الذي صدر مؤخرا على الرئيس الاسبق حسني مبارك. طبعا انا رايي كقاضي سابق في المحكمه الدوليه. نعم. وقاضي واستاذ قانون من نصف قرن، بقول ان ان سياده القانون تتلخص في احترام احكام القضاء. كويس. ولذلك طول ما القضيه مطروحه على المحاكم، يعني الحكم اللي صدر ده تم رفع لقض بشانه، النيابه العامه رفعته لمحكمه النقض، وبالتالي يجب ان يكف اي تدخل صحفي او اي تدخل شعبي عشان القضاء لا يتاثر. الو؟ لا انا مع سيادتك، بس مع سيادتك يا فندم. طيب يعني اذا في المرحله الحاليه انا يعني ارجو فعلا من الاعلام بالذات انه يدعو الناس الى عدم التدخل، والصحف الى عدم التدخل، والا انا كنت محل محكمه القاضي يترحى. يعني يعني انت مش عايز تعملها، يعني مش عايز نعمل اي ضغط على المحكمه، محكمه النقض. مرفوض تماما. ولا ثورات امام المحكمه، دي كلها بتاثر على القاضي. يعني القاضي بشر. وتهديد القاضي كمان، والقاضي بيحكم بالاوراق اللي امامه، يعني بالادله اللي امامه. يعني الحكم اللي صدر ده اكيد كان في ضوء الادله اللي امامه، والمحكمه هتحكم الموضوع من جديد. ايوه بس وتجد ادله جديده. ايوه بس بصفتك مستشار ودكتور ورجل قانون، انت ترى ان الرئيس الاسبق اتحاكم يعني او قضيته هي القضيه الصحيحه، ام انه اتحاكم بطريقه خطا؟ دي السؤال بقى. دي مش القضيه الصحيحه. مش القضيه الصحيحه. ده صحيح. القضيه الصحيحه الـ الـ الفساد والديكتاتوريه والتنكيل بالشعب خلال 30 سنه. بس هما يا دكتور فؤاد بيقولوا مفيش حاجه في القانون تحاكم كده. ما ده السؤال. القانون بتاعنا فعلا ما عندوش حاجه اسمها محاكمه سياسيه. ولذلك بقى انا كنت بعت مقاله، حتى مش عارف هتنشر ولا لا، للمصري اليوم، كان المفروض تنشر النهارده. اقول لهم ان اذا لم يكن هناك، لم يتمكن من العداله القضائيه، في ما يعرف بالعداله الشعبيه، وانا ساهمت فيها، وده اللي عايز اعرضه لحضرتك. اتفضل يا دكتور. بس طول ما محكمه النقض الامر مطروح امامها، يجب ان نمتنع عن اي تدخل واي كلام. اذا محكمه النقض برضه يعني ايدت حكم محكمه الاستئناف، فنقدر بقى نقول اولا يبقى معناها ان القانون لم يسعفنا في صورته الحاليه. طيب القاضي بيطبق القانون، مش بيالف من عنده احكام. يبقى هنا بقى نلجا للمحاكمه الشعبيه اللي طبقت قبل كده. اولا احنا طبقناها في مصر من 7 سنوات ضد شارون، وعملنا محكمة شعبية، ورأسها مهاتير محمد، وأنا كنت عضو فيها. حصل وأصدرنا حكم ضد 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 شوية الرئيس الإسرائيلي. لكن قبل كده كمان نيكسون نفسه عملوا له محاكمة شعبية، عملها له آخر أحد كبار المفكرين والفلاسفة. طيب برتراند راسل. طيب ده شق يا دكتور سيادة المستشار. وكانت من اسباب سقوط نيكسون لسبب بسيط، ان
رؤساء الدول اهم حاجه عندهم الصوره السياسيه. لما الصوره السياسيه تهبط وتشوه ويشوفوا قد ايه هي سيئه، دي التاريخ هيسجلها عليه. ده اللي هيفضل لنا طبعا. اي عقوبه لا. واعتقد ان الضحايا في الاوقات اللي عملنا فيها محاكمات شعبيه، الضحايا لما عملناها هنا ضد شارون، الناس جولنا من كندا ومن استراليا عشان بس يعلنوا صوتهم ويعلنوا انهم مسرورين ان العالم شاف ايه اللي حصل. طيب احنا المهم هو ان يرى العالم البشاعه، بدل ما تجي لنا دوله زي امريكا وزي التانيين ويقولوا لنا طيب بس احنا يعني طيب سيادة المستشار، يعني لما نعوز نعمل المحاكمة الشعبية دي نختار رموز مصرية تعمل المحاكمة دي. السؤال هو الآتي بقى، يجب أولا ما تتعاملش في مكان مأهول في مصر، لأن القاضي لازم يكون بعيد عن التأثير، وثانيا تكون معمول من أئمة قانون بعضهم أجانب بعضهم أجانب، يجوز من الدول العربية وأجانب محايدين خالص. تمام. يعني ما أجيبش واحد أمريكاني مثلا. تمام. أجيب ما فيش مانع أجيب. طيب هنا يا دكتور العدل. هنا يا سيادة المستشار يطرح سؤال، هل مطلوب من رئيس الدولة الرئيس السيسي انه يطلع قرار بقانون بمحاكمة للفساد السياسي؟ ده ضروري جدا النهارده. هل لو صدر سيادة المستشار، هل لو صدر هذا القانون من رئيس الدولة وهو من حقه التشريع الآن، هل لو صدر هذا القانون يحاكم به الرئيس الأسبق مبارك ولا هو يبقى تالي للأحداث؟ القانون يجب ألا يكون بأثر رجعي. الأثر الرجعي للقانون ده مسألة ما يعني غير مستحبة، وساعات بيقبلوها لما تكون في صالح المتهم. يعني دلوقتي احنا ما ينفعناش القانون ده. لا ما ينفعناش مع الأسف. واحنا ما نحبش نعمله بأثر رجعي لأن ده مش كويس. حتى مبدأ قانوني ممكن يعمل بس راجل اذا كان في مصلحه. مظبوط. اذا كان هيخرج الراجل. طيب يعني احنا اذا امامنا محكمه النقد، علينا ان نصمت جميعا حتى تنتهي محكمه النقد من اصدار حكمها ولا تكون تحت تاثير شعبي. تمام دكتور فؤاد، انا بشكرك. ما تطبقش الا القانون. تمام. يجب ان نعطيه هذه الفرصه. تمام سياده المستشار. والمستشار رئيس المحكمه الاستئناف كان واضح جدا، قال هناك فساد وهناك جرائم، حتى يعني تقريبا جرائم ضد الإنسانية. تمام. وقالها بوضوح جدا، بس أنا مش قادر أحكم فيها لأن ما عنديش أي سند قانوني، سند من القانون. تمام سيادة المستشار. تمام. فإذا المسألة دي إلا إذا كانت محكمة النقد بقى اللي هتعيد النظر في القضية كلها المرة دي، مش هتبعتها لمحكمة تانية، فإلا إذا محكمة النقد كانت حصلت على أدلة أخرى. تمام. أو كان في أدلة لم تقدمها النيابة، لأن القاضي الحكم كان في ضوء الأدلة اللي قدمت له، ويجوز تكون هذه الأدلة لم قطعا هذه الأدلة لم تكن كافية، فيجب النهارده ندور لو في أدلة أخرى أو النيابة بتبدأ الموضوع. طيب يبقى احنا برضو يا دلوقتي سيادة المستشار لا نتحدث عن المحاكمة الشعبية إلا حين تنتهي محكمة النقد من اللقاء الكلمة الأخيرة في القضية. هو ده بالظبط. وبعدين نتكلم بقى، بعدين يحلها ربنا. لكن نكون جاهزين لها بقى. طيب ما نفترضش البداية قبل وقوع، ما نشوف جايز يعيد المحاكمة. يبقى دلوقتي أمامنا أمرين، إن أولا أول ما مجلس المجلس النيابي ينعقد نحاول نعمل قانون لمحاكمة رؤساء الفساد. وده مش هيخص اللي فاتوا. نعم. ده مش هيخص اللي فاتوا. ما يخصش اللي فاتوا الا بقى في حاجه واحده هتسمع عنها قريب. انت في مجموعه قضاة كبار من الاسكندريه ومعهم كبار فقهاء قانون بيعملوا تخريج جديد على ان الرئيس حسني مبارك ارتكب خطيره وهي الخيانه العظمى. في ايه؟ وبيدللوا عليها بشكل قانوني. انا مش هقوله لك دلوقتي عشان يعني الموضوع ده هم اصحاب يعني 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 انت سيادتك دلوقتي حق المؤلف. اي تمام. ودي هيقدموها للمحكمه.
طيب بس سيادتك بتقول لي دلوقتي خبر ان في مجموعه من القضاه المحترمين والكبار، وكل القضاه عندنا محترمين وكبار. لا القضاه جايز، يعني القضاه جايز، قضاه جايز. يعني شيوخ، يعني شيوخ القضاه، شيوخ القضاء. بيعكفوا على ان هم يطلعوا حاجه تدين مبارك بالخيانه العظمى. ايوه، وده هيطلع كمان اسبوعين ثلاثه، ما اعرفش امتى بقى، ما اعرفش امتى. طيب قول لي يا دكتور، علمت بيه اليوم. طيب قول لي يا سياده المستشار، اذا قررنا ان، او قرر الناس، يعني انا ما، اذا قرر الناس انهم يعملوا المحاكمه الشعبيه دي، كيف تبدا؟ ايوه، يعني اذا قرروا يعملوا المحاكمه الشعبيه، ايوه، من اين نبدا الناس؟ من اين نبدا؟ يعني باي جرائم؟ لا، يبداوا ازاي؟ يعني ازاي يشكلوا هيئه المحكمه؟ بص، التشكيل اللي احنا كنا عملناه قبل كده كان عملوا عملناه عند نقابه المحامين. طيب كويس. المهم مش الدوله اللي تشكله، يعني لا طبعا، ده حاجه مجتمع مدني. مثلا عندنا مجلس حقوق الانسان، ده مجتمع مدني يا دكتور على طول. مجلس حقوق الانسان، ايوه مدني. يعني ممكن يدعو لي الوزير محمد فايق جدا، ممكن يدعو لي سامي عاشور. لا انا قصدي اللي يشكل المحكمه مش الاعضاء، يعني مظبوط مظبوط تمام تمام تمام. بس يعني ممكن لو احنا، لو الشعب طلب ده، ان احنا مثلا يعملها سامح عاشور، يدعو ليها سيادة الوزير محمد فايق كده. بالظبط، المجتمع المدني. تمام بالظبط، تمام. حد ما يكونش له موقف. نعم، بيكون حد شخص مالوش موقف. يعني انا دلوقتي لا يجب ان انا ادعى، لا ده انا ليا موقف. ايوه حد محايد تماما، حد محايد يريد ان يعرف الحقيقه. تمام ويجب يكون فيه شخصيات دوليه، ولا يجب ان تكون هناك شخصيات دوليه، ولا يعتبر هذا تدخلا. لا ابدا ابدا، تدخل. طيب بالعكس، القضاء ما فيش تدخل. طيب زي ما بنجيب حكم اجنبي، يعني لا ده مش حكم. طيب قضاه دوليين مع قضاه مصريين. طيب سياده المستشار، عشان سؤال طيب، له تاثير دولي. تمام سياده المستشار، يعني احنا لما عملنا محاكمه شارون شعبيه، جبنا اولا مهاتير محمد، تمام، هو ده رئيس، وجبنا رئيس محكمه في قبرص، ورئيس محكمه من تونس، ومن كويس، ومن عده اماكن. كويس، فدي لابد تكون متعبه، لان احنا بنخاطب العالم. تمام احنا تمام، بناخده كده في ركن الحكم. لا، احنا بنقول للعالم ادي القضاء، وادي الحكم الشعبي اللي بيطبق القانون برضه. تمام سياده المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، انا بشكرك جدا. سياده المستشار هو رئيس لجنه تقصي الحقائق في 30 يونيو، وله راي مهم ومعتبر. يعني في توصيتين النهارده لزمايلي، توصيه من سياده المستشار وتوصيه من فنانتنا الكبيره مديحه يسري. قد قالت لي قبل كده على فكره، كلمتني الاعلاميه القديره الاستاذه حكمه الشربيني، وقالت لي ما تبقاش توطي صوتك، احنا ايه، ما تحط ايدك على بقك كده، ما تبقاش توطي صوتك عشان خاطر احنا ما بنسمعش، بناخد الكلام كده. ف ده طبعا لازم نسمعه ونتعلم، والنقد مفيد لينا جدا. فهي قالت الناس بس ايه، بلاش تكلموا بسرعه، بلاش نتكلم بسرعه، نتكلم بالراحه. انا اول واحد حراعي دوت. هنا الدكتور عبد المنعم، فؤاد عبد المنعم بيقول لك ايه، المحكمه دي دلوقتي بتشتغل، محكمه النقد بتشتغل، يعني او هتشتغل، فنسيبها تشتغل عشان ما تبقاش ايه بقى، في تاثير من الراي العام، يبقى عند المحكمه مشكله بقى. ما احناش عايزين نعمل كده، سيب المحكمه تشتغل على راحتها، لان احنا ورانا حاجات كتير. هو انت لما قمت بالثوره، كان هدفك انك انت قضيه مبارك، تحبس مبارك، تطلع مبارك بالسجن، يتعب؟ مش كان ده الهدف خالص. انت كنت بتسقط نظام يسقط كما يسقط، يعني مش مشكله، بتتخلص منه عشان ايه؟ عشان تبني حياة جديدة. جيت تبني، عصلجت منك المسألة شوية، رحت برضو ايه، شايل الدنيا. وبعدين دلوقتي انت في المرحلة دي، بص وراك هتتكعبل، بص تحتك هتتكعبل، بص قدامك. ده مش انا، ده الدنيا بتقول كده. اسمع الكلام اللي بتقوله الدنيا اللي مشيت ونجحت. فمسألة ان احنا بقى
يعني عايز تهتم بالحكم على مبارك. انا شخصيا ما بهتمش بالقضيه دي خالص. اجي تهتم اهتم، ما تهتمش ما تهتم، يعني مش دي قضيتي. طبعا اتغاظ من الحكم، طبعا ازعل من الحكم، طبعا اتضايق من الحكم، طبعا بس هنعمل ايه يعني؟ احنا قدامنا مشوار كبير قوي، ربنا معاكم جميعا. احنا بقينا على قدنا بنشتغل على قدنا، يعني ربنا مع الشباب ومع الناس ومع الشعب. 60% من الشعب المصري شباب. قول لي حلمه ايه؟ هيحققه ازاي؟ هيعيش ازاي؟ هيسكن فين؟ هيركب ايه؟ هياكل ايه؟ هيخلف ازاي؟ هيودي ابنه مدرسه عامله ازاي؟ يا قبر اسود، ده حكايه منيله بنيله. ربنا يكون في عونهم، يعني ربنا يكون في عون الشباب دول. واقول لك بقى كمان في عون كل ام. ليه بقى الام مش الاب؟ الاب بيشتغل وبيجاهد عشان يربوا عياله، لكن الام يعني تشيل الهم وتلاقيها قاعده مهمومه كده عشان ما عرفتش تجيب جلابيه للعيل، او ما عرفتش تودي الواد المدرسه، او مش لاقيه تجيب الغساله للبت اللي على وش جواز، او ما عرفتش تجيب لها طقم المنامين ولا الصيني اللي عايزه تجيبه، ولا بتلاقيها مهمومه تتكون كده وتقعد في البيت بكيك، يعني كتله هم محطوطه. دي الام كده، هي الام كده، ربنا خلقها على كده. طيب